يعني ايه اللي يخليني ما اشجعش الاهلي؟ ده السؤال المفروض. والفرق في حبنا للاهلي انه في نفس غلاوه الاهلي. اي حد في مصر يتمنى الله يشجع الاهلي، نادي بطولات ونادي مبادئ، نادي بطولات ونادي عريق واخلاق وقيم. نادي الاهلي طبعا نادي القرن واحسن نادي، وطبعا من زمان لازم نشجعه، ده دمنا اساسي. تحس ان هي وراثه وانا دمي اهلي. حب في الاهلي، حب في الفانيلا الحمراء والاهلي. جدي الله يرحمه كان بيشجع الاهلي، وكان بيخلينا نقرا الفاتحه قبل ما الاهلي يلعب الماتش عشان الاهلي يجيب جوان ويكسب وكده، عشان هو فريق عظيم. ابويا كان اهلاوي وعرفني اكتر يعني عن الاهلي وكده، ولو اقدر انا اسافر بره وكنت الاقي جو ومجال ليا اسافر واشجعه. انا ابا عن جد، دي وراثه في العيله. انا معايا 5 ولاد اصغرهم عنده 3 سنين اهلاوي صميم. يعني اول حاجه اللي انا كل عيلتي اهلاويه وكلنا بنحب الاهلي، وبزداد دايما فخرا، بيكسبوا بيخسروا دايما بزداد فخر بيهم بصراحه. يعني حتى لما بيلعب على المستوى للناس اللي بتفهم، لما بيلعب افريقي ولا دولي ولا كاس عالم للانديه، الناس اللي بتفهم بتفرح من الاهلي. بشجع من الاهلي من ساعه ما اتولدت، لان والدي كان اهلاوي وكان بيشجع من ايام صالح سليم، من 1975، من يوم ما اتولدت. هو في غير يفرحنا؟ من ساعه ما اتولدت، ومن يمكن من ساعه ما وقعت لنفسي، من 40 سنه بشجع الاهلي، من ايام خالد بيه، من ماتش 6-1. بشجع الاهلي من وانا صغير، من سنه 2003، من سنه 88، من ساعه ما اتولدت وانا بشجع الاهلي، مولود بشجع الاهلي. من 2004 او 2000، من ماتش 6 اعتبر برضه. لا بشجع من زمان قوي، احنا 43 سنة النهاردة، فيعني بنشجع الأهلي من زمان زمان يعني. بشجع الأهلي من 2013، في مرة صغيرة خالص يعني، قد كده يعني، من حوالي 2013، من جون أبو تريكة في كأس العالم للأندية. أنا عندي 62 سنة بشجع الأهلي من وأنا عندي 3 سنين تقريبا يعني اتفرجت على هاني مصطفى في الملعب. هاني مصطفى وجنبيه صالح سليم. لا الأهلي عشق، الأهلي تاريخ، الأهلي كيان.